أنا لا أعتقد أبدا بجدية الطرح القادم حول حل الدولة الواحدة، لأن هذا الطرح لم يأتي لا في ضمن مؤسسة سياسية فلسطينية ولا في إطار توافق وطني ولا ضمن نقاش وطني عام، سواء على المستوى الفصائلي أو على المستوى النخبي، ولا كمخرج من مخرجات حوار وطني فلسطيني أو توافق وطني فلسطيني، وإنما جاء في إطار العجز السياسي الفلسطيني بالذات الرسمي منه، وإنغلاق أفق التسوية السياسية، مع أن هذا الإنغلاق ليس جديدا، ولكن في الفترات الأخيرة بدأ واضحا أنها فكرة التسوية السياسية ومشروع التسوية السياسية قد وصل إلى طريق مسدود، وأن حل الدولتين الذي أمضى الفلسطينيون عقود طويلة يعني يبحثون ويعني يسيرون خلفه قد انتهى، ولعل كثير من المتابعين للشأن الفلسطيني والباحثين يقطعون اليوم بأنه لم يعد هنالك فرصة لحل الدولتين، وبالتالي هذا الطرح يأتي في سياق انغلاق الأفق السياسي، في سياق العجز السياسي الفلسطيني سيما الرسمي منه،